بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم باشمهندس عبد الرحمن فرغلي. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله الفيديوهات اللي احنا بدأناها في التعامل مع الدي اس بي. الفيديو ده مهم جدا 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 جدا. هنعمل فيه ايه؟ احنا هنعمل ان احنا عاوزين نطلع من الدي اس بي اس بي دبليو ام. طب انا عاوز اس بي دبليو ام ليه؟ عندي انفرتر، محتاج اشغل الانفرتر ده عشان اطلع 3 ساين ويف from DC، يعني الانفرتر بيحول من DC to AC. احنا هندي برضو نشرح واحدة واحدة بسرعة المطلوب. دي هاب بريدج، عندي هاب بريدج وفي DC سبلاي اهو. اللي بيحصل انا ببقى عندي ساين ويف وابدأ اقارنها مع ريكتانجلر ويف. والله لو كان الساين ويف اكبر من، في كومباريتور اهو، لو كان الساين ويف اكبر من ريكتانجلر هيبدأ يطلع 1، ولو كان اقل من الريكتانجلر هيطلع 0. خارج البلصات دي بحطها على اول سويتش فوق، والنوت بتاعتها، النوت بتاع البلصات دي بحطها على السويتش اللي تحت. يبقى هو ده الاس بي دبليو ام. ان انا عندي ساين بقارنها مع ريكتانجل. هعمل الموضوع ده ازاي بالدي اس بي؟ تعالى نمسكها واحده واحده. يبقى انا محتاج في الابريشن بتاعتي او ان انا اطلع اس بي دبليو ام، محتاج ساين ويف ومحتاج ريكتانجلر ويف ومحتاج كومباريتور. ده لو انا عاملها بالماتلاب في موديل عادي جدا. لكن في الدي اس بي هو في بلوك جاهز، في كومباريتور وفي الريكتانجلر ويف. يعني كل اللي انت بتدخله البلوك هو الساين ويف فقط لا غير. بتخش الساين عن طريق الريكتانجلر اللي موجوده جواه والكومباريتور اللي موجوده جواه، بيطلع لك السيجنال اللي تروح للسويتش اللي فوق والنوت بتاعتها اللي تروح للسويتش اللي تحت. خلينا نمسك بقى ايه الموضوع واحده واحده. طيب الساين ويف زي ما انا عارف ان الامبليتيود بتاعها من 0 ل 1، ده الامبليتيود اللي انا محتاجه. لكن المشكله هنا ان الريكتانجلر ويف اللي موجوده جوه البلوك بتاع البي دبليو ام بتاع الدي اس بي، الامبليتيود بتاعها اسمها التايمر بيريود، اسمها التايمر بيريود، يعني رقم مش واحد. يعني انت دلوقتي مش بتقارن واحد مع واحد، تقارن واحد مع رقم تاني. ايه التايمر بيريود ده؟ تعال نروح للملف الوورد اللي قدامنا. التايمر بيريود ده هو الحاجه اللي بظبط بيها سويتشنج فريكوانسي، او بظبط بيها بمعنى اصح السويتشنج بتاع ريكتانجلر الفريكوانسي بتاعها، وبناء عليها هيطلع لي هنا للتايمر بيريود رقم. طيب ايه الريليشن دي؟ هتلاقي ان انا عندي الدي اس بي دي هي عباره عن 2 سي بي يو، كل واحد منهم 100 ميجا هرتز، وهو بيشتغل ما بيشغلش الاثنين، ما بياخدش ال 200 عوض بيها، هو بيشغل واحد بس، يشتغل ده يا ده او الاثنين امبرل. وبالتالي بقى عندي هنا الكباسيتي بتاعت السي بي يو 100 ميجا هرتز، اللي هي 100 في 10 اس 6. عشان احسب التايمر بيريود بشوف السويتشنج فريكوانسي بتاع ريكتانجلر اللي انا عاوز احطه كام. سي مثلا عاوز احطه 5000، وبالتالي انت لو ضربت 100 في 10 اس 6 على 2 في 5000 يعني على 10000، هيطلع لك 10000. يعني 100 في 10 اس 6 على 10 اس 4 عندك 10 اس 8 على 10 اس 4 يبقى لك 10 اس 4 اللي هو 10000. يبقى انا لو عاوز التردد بتاع الريكتانجلر ويف 5000 هرتز، يبقى لازم التايمر بيريود هنا يكون كام؟ بيكون 10000. نيجي بقى ايه، نرجع تاني للفايل ده. يبقى انا عندي الامبليتيود بتاع الساين 1، لكن الامبليتيود بتاع الريكتانجلر ويف هو ريليشن في حاجه اسمها التايمر بيريود. وبالتالي هنا الامبليتيود 10000 لو كان السويتشنج فريكوانسي 5. طيب ازاي اقارن واحد ب 10000؟ فكل اللي انا عاوزه دلوقتي ان انا اضرب الساين ده في جين، بحيث الامبليتيود بتاعها يبقى 10000 برضو. يبقى انا كل اللي انا اعمله ان انا وانا بتعامل مع الدي اس بي ان انا هاخد الامبليتيود بتاع الساين واضربه في جين، وبعد كده ادخله على البلوك بتاع البي دبليو ام. طيب واخد بالك ان الساين فيه جزء فيها بوزيتيف وجزء فيها نيجاتيف، ودي مشكله. الريكتانجلر كلها بتاعتي كلها بوزيتيف، يبقى انا محتاج اعمل ايه في الساين دي؟ كلها شفتها في البوزيتيف، يعني اجمع عليها واحد واقسمها على 2 تاني. يبقى الساين دي محتاج اجمع عليها واحد واقسمها على 2، تمام؟ عشان كده هتلاقيني
هاخد الساين ويف واجمع عليها واحد واقسمها على اتنين، وبعد كده اضربها في الجين بتاع التايمر بيريود ده عشان يبقى الامبليتيود بتاع الساين هو نفس الامبليتيود بتاع الريكتانجلر. خلاص، يبقى دي الحاجات اللي انا محتاجها عشان اعمل نفس الفكرة. مهمة جدا الرسم ده وتبقى فاهم يعني ايه تايمر بيريود، زي ما احنا شفنا هنا في ريليشن. والتايمر بيريود ده هو رقم مناظر للسويتشنج فريكوانسي اللي انت هتبدأ تطلع بيه البلصات بتاعتك. تعال نروح لموديل الماتلاب. لو رحت لموديل الماتلاب محتاج ايه؟ محتاج بلوك البي بي دبليو ام، هجيبه منين؟ زي ما احنا قلنا، لو رحت انت للدي اس بي بتاعتك، رحت هنا للدي اس بي بتاعتك اللي هي زي ما احنا قلنا 2837 اكس دي، ونزلت هتلاقي فيه بلوك الاي بي دبليو ام، هو ده اللي انت هتبدا تعمل له دراج وانسيرت في الفايل. ومحتاج ايه؟ محتاج هنا ساين ويف عشان دي اللي هتخش على البلوك ده عشان تتقارن، ومحتاج فانكشن عشان اعمل ايه؟ عشان اجمع على الساين واحد واقسمها على اتنين واضربها في 10000. يبقى انا يو بلس 1 يعني الساين تبقى في البوستيف، بس الامبليتيود بتاعها هيبقى اتنين، هتقسمه على اتنين عشان يبقى الامبليتيود واحد، وتضربها في ال 10000 لان هو ده التايمر بيريود المناظر ل 5 كيلو هرتز. تمام؟ طيب نخش في الساين بتاعتنا عشان نظبطها. الامبليتيود بتاعها واحد، دايما بيبقى الرقم زي ما انتم عارفين الميديليشن اندكس بيبقى اقل من الواحد، بيبقى في 9 من 10 95 اقل وهكذا. الفريكوانسي بتاع الساين بتاعتي 100 في باي اللي هو 2 باي اف. خلاص 2 باي اف، والاف بتاعتي 50، يبقى 2 في 50 في باي اللي هو 100 باي. بعد كده السامبلنج تايم يعني انت بتطلع السويتشنج بتاع ريكتانجر كام؟ 1 على 5000 هرتز. طب انت لو عاوزها 1 على 10000 هتروح للتايمر، المعادلة بتاعت التايمر بيريود، تحط الاف اس ب 10 وتعرف ساعتها التايمر بيريود بكام. التايمر بيريود هو الرقم اللي انت هتضرب فيه هنا، ده الرقم اللي هتضرب فيه اليو بلس 1 على 2 في الرقم ده، هو ده التايمر بيريود. هتاخد الخارج بتاع الساين وتحطه على البلوك ده. نيجي بقى للبلوك بتاع الاي بي دبليو ام من جوه بقى ماشي ازاي. لما تيجي تفتحه هتلاقي ان انا البلوك بتاعي فيه 12 اي بي دبليو ام. كل اي بي دبليو ام سي مثلا بيقسمها اي بي دبليو ام 1 فيها اي وبي، فيها بنايه والنوت بتاعتها، ده اللي انا محتاجه. واي بي دبليو ام 2 دي برضو ليها كومباريتور واحد اي وواحد بي. تمام؟ يبقى انا عندي ايه في كل اي بي دبليو ام 2 بن، بين لكمباريتور A وبين لكمباريتور B. خلاص سي هنبدأ بإيه؟ بـ EBWM1. EBWM1 لو احنا رجعنا للداتا بتاعت الـ DSP اللي احنا شغالين بيها اللي احنا قلنا عليها من الأول، احنا كان في داتا اشتغلنا بيها بتاعت الـ DSP كانت فيها شكل الدي اس بي والحاجات اللي احنا استخدمناها، هنلاقيها هنا ثواني. لو نزلنا تحت زي ما احنا شفنا في الفيديو اهو، هنا تقريبا الصورة دي مش مبينة، معلش. في صورة تانية احنا استخدمناها في الأول مش عارف راحت فين.